نقي 50 افون ديال الحال هي فيها فوائد كبيره للصحه لكل شيء، ولكن هي من واحد المجال هذا العام قالوا فيها شي مرض يمكن، ولكن ماشي كاين غير شي مناطق هي بحال دكاله ورحامنا قالوا فيها، ولكن داك الشيء ماشي مضر للصحه. ولكن الحمد لله على كل حال يعني مزيانه هي، واخا هكاك تيقولوا داك الشيء ولكن مزيانه. بالنسبه للمخروج ديالها هي ماشي بحال السنين الماضيه، يعني نقصت بواحد النسبه كبيره كاع، ما بقاش عليها يعني زعما اقبال وداك الشيء. بحال بالنسبه لنا حنا كنا كنبيعوا مثلا بزاف، هذاك 4 صنادق ولا 5 في النهار كتفكهم هذا العام النص بالنص ولا اكثر، ما بقاش فيها الخروج بزاف. والحمد لله على كل حال هي كتسالي، هي ضروري كاين عام موسم ديال الشهر ديالها بحال من شهر 6 وشويه، شهر 6 في النص ديالو هكاك دابا بحال هذا العام، وغادا كانت كتجي في رمضان ولكن هذا العام تاخرت شويه. يعني على حساب كنبيع ونشري في المواد الغذائيه الاخرى بحال بالنسبه للديسير داك الشيء، والحمد لله واخا هكاك ماشي، ولكن في الوقيته ديالها هي عاد يعني عاد نخدم فيها مزيان. بالنسبه للهنديه، الهنديه عندها واحد المفعول كثير بالنسبه للانسان، من ناحيه المعده من ناحيه المصرال. والهنديه هذا العام الخروج ديالها واحد النسبه قليل، واحد 50%. الجواب علاش؟ لان كانت شهرات شي اذاعه او شي جو او شي جورنال او شي صحافه، المهم شهرات، بينما هي مقيوسه بشي مرض، والمرض راه
راه ماشي مشكل مرض، يقدر اي انسان مريض، يقدر واحد فرد في العائله مريض، مريض مثلا مرض خيب، ولا كتاكل معاه تنعس معاه تشرب معاه وهو اللي مريض، هذاك المرض ما كياديش خوه ولا كدير الكوميسيون الهنديه. وبالنسبه لهذه الهنديه هذه كاينه هنديه ديال الرحامله هذا العام، المدخول ديالها بالنسبه لهذه المدينه ناقص بواحد 70%، دوكا هذا العام 100% ناقص ما كاينش كاع. علاش؟ لان هي المرض بدا من عندها. حنا خدامين دابا بالهنديه ديال الصحراء، منطقه الصحراء هي اللي خدامين بها السعاد، والمخروج ديالها الحمد لله راه واخا ناقص، ناقص بديك 30% 25% ماشي مشكل. بالنسبه لينا حنايا كنا كنخدموا مثلنا 4 طون في العام ولا 5 طون، هاد العام الا خدمنا 2 طون ولا 2 طون ونص الله يجعل البركه. هو هاد الهنديه بغينا نهضروا لكم عليها شويه، راه فيها شويه العام الاقبال ناقص شويه، وهي راه سلعه زوينه وفيها فوائد زوينه للذات، هي فيها الشفاء ان شاء الله باذن ديال الله، فيها شفاء زوين كتليق المعده المصران كل شيء، يعني راه صحيه بزاف. هنا كتقداو هاد السلعه من اي سبع عمره من الصحراء، كما كتشوفوا انتم راه سلعه زوينه ما بيهاش. ونتمنوا خير، المهم اخويا اش غنقول لكم، حنا كنستافدوا منها يعني، راه محتاجين بها، كنتعاملوا بها في هذا الوقت، كنخدموا فيها موسم ديال شهرين او نص ولا ثلاثه اشهر، كنتعاملوا بها راه محتاجين بها، بان كيسترزق فيها الله. وهذا هو اللي كاين الخوت، لا الناس تلتج لهذا النوع ديال الاكل حيت صحيه بزاف، مزيانه للمصارن انها تديتوكسيكي هاد لي زانتيستان بزاف، وطبيعية باقا ما تستعملش فيها المواد الكيماوية اللي تضر بالصحة، علاش الناس يلتجؤوا للأكل ديالها. سمعنا كاين ربما شي دودة ولا شي ميكروب تصابت بها الهندية، ولكن حنا غامرنا وكلنا منها اللي فيها الخير. المهم طبيا مزيانة للصحة، دابا تيتصاوب لنا العسال، تتصدر دابا للخارج بواحد الكميه كبيره. هذا هو اللي مهم، هذا هو علاش الناس تياكلوها بزاف. ثمن مناسب، ثمن مناسب، بلاص ما تمشي تشري الادويه من الصيدليات، تجي تاكل الهنديه انت مع راساتك بخير وعلى خير. هذا هو اللي هذا هو الطب البديل دابا.